بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الثالث. ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الباب كما سبق ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. مفسدات الصوم على قسمين: قسم يفسد الصوم فقط ويجب القضاء، وقسم يفسد الصوم ويجب القضاء وتجب الكفارة، وهذا القسم هو الجماع في نهار رمضان وهو صائم، هذا يبطل صومه ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه أيضا القضاء، قضاء اليوم، ويجب عليه الكفارة. أربعة، ثلاثة أشياء: التوبة والقضاء والكفارة. لأن الجماع يبطل الصوم بإجماع أهل العلم، بالنص والإجماع يبطل الصوم. تجب عليه هذه الأمور إذا حصل منه ذلك، والجماع يكون في الفرج إذا حصل في الفرج، فإنه يبطل الصوم ويوجب هذه الأمور. ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل، إذا أولج ذكره في فرجها حتى ولو لم ينزل، فإنه يكون عليه هذه الأمور، سواء كان قبلا أو دبرا، يعني كله جماع كله فرج. ويزيد الدبر تحريم الأصلي، يكون معصية مع معصية والعياذ بالله. نعم. قال: وإن كان دون الفرج فأنزل. إذا كان الجماع دون الفرج بأن باشرها أو قبلها أو لمسها أو ضاجعها فأنزل، ثارت شهوته وأنزل، فهذا يفسد الصوم فقط، عليه القضاء ليس عليه كفارة، لأن هذا ليس جماعا في الفرج، وإنما هو فيما دون الفرج. نعم. أو عذرت المرأة فالقضاء فقط، كمسافر جامع في صومه. الرجل لا ينظر إلى كونه متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، عليه الكفارة، حتى المكره عليه الكفارة، لأنه لا يكون جماع إلا بانتشار الشهوة الرغبة. الإكراه إنما هو على الفعل، أما انتشار الشهوة هذا لا يكون إلا منه، عليه الكفارة على كل حال. أما المرأة إن كانت معذورة
لا كفارة عليها، عليها القضاء فقط. كانت معذورة بإكراه، أكرهها وأجبرها، أو كانت جاهلة أو ناسية لصيامها، ليس عليها كفارة هذه الأمور الثلاث لأنها معذورة. نعم. كمسافر جامع في صومه، سواء كان صائما من أول النهار أو كان صام أثناء النهار، كالمسافر إذا قدم وهو مفطر يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإذا جامع وهو قد أمسك فإن حكمه حكم الصائم من أول اليوم لانتهاك حرمة الشهر، يكون عليه كفارة. وإن كان في أول النهار مفطرا ومعذورا لكن لما قدم زال العذر ولزمه الإمساك إلى آخر اليوم، فإذا جامع في هذه الحالة يكون عليه الكفارة. نعم. وإن جامع في يومين فكفارتان، تتكرر كفارة الجماع بتكرار الجماع في الأيام، إذا جامع في أيام متعددة فعليه كفارات بعددها. أما إذا كرر الجماع في يوم واحد فإن كان لم يكفر، كرر الجماع وهو لم يكفر عن الجماع الأول، تكفي كفارة واحدة عن جميع المرات في اليوم الواحد الذي لم يكفر فيه قبل التكرار، لأن الكفارات في هذه الحالة تتداخل، يكفي كفارة واحدة. أما إذا جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد تتكرر عليه الكفارة مرة ثانية. نعم. وإن أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول. نعم، هذا الذي ذكرنا. والدليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ما ثبت في السنة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تكفر، ما تعتق؟ هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل أوقعني في ما وقعت فيه إلا الصيام؟ يعني لا أستطيع أصوم وأصبر عن هذا الشيء. قال له: أطعم 60 مسكينا. قال: لا، ما بين لابتيها أفقر مني، ما عندي شيء. جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هو كذلك إذ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر، بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا تصدق به. قال: على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر منا. قال: خذه وأطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. اختلف العلماء هل إطعامه لأهله على أنه كفارة، أو إطعامه لأهله على أنه
غير كفارة وسقطت عنه الكفارة أو بقيت في ذمته، على أقوال لأهل العلم. القول الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه في حالة العجز النهائي، تسقط عنه الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا قدرت فكفر، فتسقط إذا عجز عنها. نعم، هذا هو الظاهر من الحديث. نعم. قال: ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط. إذا جامع وهو صائم ثم طرأ عليه عذر يبيح له الصيام، يبيح له الإفطار، إذا جامع وهو صائم ثم طرأ عليه عذر يبيح له الإفطار فأفطر بقية اليوم، سافر، مرض، لم تسقط عنه الكفارة، لأنه حين جامع وهو صائم تلزمه الكفارة ولا تسقط، ولو أفطر في آخر النهار لعذر، عذر شرعي، لأنها تقررت في ذمته، ثبتت في ذمته قبل حدوث العذر، تجب عليه الكفارة. نعم. ولا كفارة بغير جماع في نهار رمضان. أما لو أفطر بغير الجماع متعمدا كالأكل والشرب، هذا يجب عليه التوبة والقضاء، وليس عليه كفارة، لأن هذا لم يرد، ما وردت الكفارة إلا في الجماع، ما وردت إلا في الجماع فقط. وبعض العلماء يرى أن عليه الكفارة حتى في الأكل والشرب ولو لم يجامع، لكن هذا خلاف الدليل. نعم. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد، هذه خصال الكفارة على الترتيب: أولا عتق رقبة، يعني تحرير عبد مملوك سواء كان في ملكه أو اشتراه، يشتريه إذا كان يقدر، هذا واحد. الثاني إذا عجز عن العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين. الثالث إذا لم يقدر على الصيام، صيام الكفارة، فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا الذي أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع، وهي مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما في أول سورة المجادلة. فصار الجماع في رمضان كفارته مثل كفارة الظهار. نعم. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقطت. هذا على الترتيب، على الترتيب، ليست على التخيير. فإذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل الذي عجز عن هذه الثلاثة، لم يقل له تبقى في ذمتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كره لصائم جمع ريقه فيبلعه. انتهت مبطلات الصوم، انتقل إلى الأشياء التي تكره الصائم ولا تفسد صومه.
أشياء تكره للصائم ولا تفسد صومه إذا فعلها. نعم. كره لصائم يكره له، أول شيء يكره له جمع ريقه ثم يبتلعه، لأن هذا يشبه الشرب، لكن لا يفسد صومه بذلك، لأن الريق لا يضر للصيام. وإذا كان عاديا يبتلعه عاديا فليس عليه كراهة لأنه بحاجة إليه، أما إذا تعمد جمع ريقه ثم يبتلعه فهذا يكره لأنه يشبه الشرب. نعم. وذوق طعام. نعم، ذوق الطعام هذا للطباخ الذي يطبخ الطعام، أو المرأة في البيت تطبخ الطعام، فلا بد الطباخ أن يعرف طعم الطعام، هل هو مالح أو غير مالح، كيف يعمل، يذوق ماء الطعام ثم يمجه، يذوقه في فمه ثم يمجه ولا يبتلعه، هذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه لأنه لم يبتلعه. قال: وكيف لا يفسد صومه وهو عرف هل الطعام مالح أو غير مالح لأن ذاقه؟ قالوا: هذا ليس ابتلاعا، وإنما هذا يذهب مع المسام، الطعمية تذهب مع المسام ولا تذهب مع الحلق، فهذا لا يؤثر على الصيام، لكنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة مع عدم ابتلاعه ووجوب مجه لفظه من فيه. نعم. وعلك قوي. العلك على قسمين: علك يتحلل في الفم، هذا لا يجوز، لا يجوز مضغه، وإذا ابتلع شيئا منه يبطل صيامه، وإذا لم يبتلع شيئا منه فإنه يكره لأنه عرضة لأن يذهب إلى الحلق. القسم الثاني فهو العلك القوي الذي لا يتحلل بالمضغ، فهذا لا يفسد صيامه لكن يكره له أن يستعمله كراهية تنزيه، ولا يبطل صيامه لأنه لا يذهب إلى حلقه منه شيء. نعم. فإن وجد طعمهما بحلقه أفطر. إن وجد طعمهما، طعم العلك بنوعيه القوي والمتحلل، إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، لأنه دليل على أنه تحلل مع الريق ذهب إلى حلقه، كان الواجب عليه أن يمجه. نعم. وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا، سواء ذهب إلى حلقه أو لا، مطلقا يعني سواء ذهب إلى حلقه أو لا، لأنه عرضة لأن يذهب. نعم. وبلع نخامة. نخامة على ثلاثة أقسام: تكون من الرأس، تكون من المعدة، تكون من الحلق، بجميع أقسامها لا يتعمد بلعها، إذا وجدها يجب عليه أن يلفظها، فإن وصلت إلى فمه ثم ردها وابتلعها فإنها تبطل صيامه، أما إذا تفلها ولفظها إنها لا تؤثر عليه.
ويفطر بها. يفطر نعم. وبلع نخامة ويفطر بها. نعم. وتكره قبلة. ويفطر بها إذا بلعها، إذا وصلت إلى فمه ثم ردها يفطر. أما إذا ذهبت ولم تصل إلى فمه، ذهبت من الحلق أو من الصدر أو من الرأس، ذهبت ولم تمر على فمه، هذا لا يؤثر. وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته. يكره للصائم أن يفعل شيئا يثير شهوته. يكره للصائم أن يفعل شيئا يثير شهوته، كالنظر إلى المرأة حتى ولو النظر إلى زوجته بشهوة، لا ينظر إليها بشهوة، يكره هذا، لأنه حري أن ينزل منه شيء شهوة. أو قبلها، قبل زوجته فتحركت شهوته، تكره القبلة لمن يخاف على نفسه من ثوران الشهوة، أو لمسها بشهوة، باشرها أو لمسها بشهوة يكره له ذلك، خشية أن ينزل أو يمذي فيبطل صيامه، فيتجنب الأسباب التي تسبب فساد صيامه. أما إذا كان لا يتأثر ولا تثور شهوته مع زوجته فلا مانع أن يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لعربه، مالكا لشهوته. وقالوا وكذلك الكبير، كبير السن الذي لا تثور شهوته، أما الشاب فيتجنب هذه الأشياء. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هناك أشياء ينهى عنها في جميع الأحوال، الصائم وغيره، لكن الصائم أشد نهيا لأنها تؤثر على ثواب الصيام، قد ينقص ثوابه وقد يذهب كله ولا يصل ولا يكون له ولا يبقى له أجر. وذلك مثل الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمة، وهي نقل الحديث بين الناس، فلان يقول بك كذا، فلان يسبك، فلان يتنقصك، يستهزي بك، ويروح للثاني ويقول فلان كذا، لأجل يوقع العداوة بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النميمة من السحر، لأنها تفسد مثل ما يفسد السحر، تثير الفتنة بين الناس، تبغض بعضهم إلى بعض. والله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، نمام. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وعيد شديد. فإذا حصلت من الصائم فهي أشد، وإلا فهي حرام على كل حال. حصلت من الصائم فإنها تبطل ثوابه أو تنقصه. نعم. وسن لمن شتم قول إني صائم. إذا شتم وهو صائم لا يرد، هو جائز الرد، جائز، لأنه قصاص،
وجزاء سيئات سيئات مثلها، جائز انك ترد عليه بمثل ما قال لك، لكن اذا كنت صائما فالاحسن انك ما ترد عليه حفظا لصيامك، وتعلن تقول اني صائم اني صائم، تعلن هذا. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فان سابه احد فليقل اني صائم اني صائم. نعم. وتاخير سحور وتعجيل فطر. نعم. وتاخير سحور وتعجيل فطر. المستحبات خلص من المكروهات، ما يكره ويستحب، لان الترجمه يقول باب ما يكره ويستحب، انتهى مما يكره انتقل إلى ما يستحب للصائم. استحب له تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يبكر بالسحور. هذا يكره له أن يبكر بالسحور. بعض الناس اليوم يسهرون الليل، فإذا أقبل أو أرادوا النوم تسحروا وناموا، ويتركون صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة، وهذه محرمات، هذه محرمات، مع أنه قدم الصيام وخالف السنة، كذلك ارتكب أموراً محرمة والعياذ بالله. فينام يا أخي، ينام من أول الليل، يأخذ حظه من النوم، ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويستغفر الله ويوتر إذا لم يكن أوتر، ثم يتسحر لطلوع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يقوم لصلاة الفجر، ما بعد السحور إلا القيام لصلاة الفجر، دل على أنه يؤخر السحور. سئل الراوي كم بين سحوره وإقامته للصلاة، قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، فدل على أن الوقت قريب فيؤخر السحور. هذا من سنن الصيام ومن آداب الصيام. وكذلك يستحب له تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار عند غروب الشمس، ثم يتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس كما في الحديث، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولا يؤخر الإفطار ويقول أنا ما أنا بجوعان أنا بحاجة لي. لا، هذه سنة، سنة يستحب أنك تفطر ولو على شيء قليل عملا بالسنة، فتفطر عند غروب الشمس. كان صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس أفطر على ما تيسر، إن وجد الرطب، وهي الرطب الجديدة من ثمرة النخل، هذا يسمى رطب، أو إذا لم يجد رطبا فعلى تمر، يعني على مجفف، على تمر مجفف، تمر مجفف مكنوز. فإذا لم يجد رطبا ولا تمرا على ما يفطر صلى الله عليه وسلم، على ما، لأن يحسو حسوات مما، يعني يجرع جرعات مما، والماء طهور طيب يرطب المعدة عقب الصيام. والحكمة في تناول
الرطب والتمر دون غيره من الأطعمة، لأن التمر من الحلوى والمعدة خالية بالصيام، وكونه يبادرها بالحلوى هذا أنفع من ناحية الصحة ومن ناحية الدين أيضا. وإذا أفطر بغير التمر من الأطعمة أو من الفواكه فلا بأس، لا بأس بذلك، لكن الأفضل التمر إذا وجد، ويأكل معه ما يريد بعد ذلك، يتعشى ويأكل معه ما يريد. نعم. وكونه على رطب، فإن لم يكن فتمر وإلا فماء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، والجديد من ثمر النخل، فإذا لم يكن وقت الرطب يفطر على تمر وهو ما جف من ثمر النخل، فإذا لم يجد فإنه يفطر على ماء، والماء متيسر ولله الحمد، أو عصير مثل وقتنا الحاضر على عصير. نعم، لكن الماء أفضل من العصير، الماء أصح وأفضل من العصير. نعم. وقوله عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لم يثبت عند الإفطار دعاء معين، فيدعو بما تيسر، يدعو عند الإفطار بما تيسر من الأدعية، وإذا قال هذا الدعاء فلا بأس: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لا بأس بهذا. نعم. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا، هذا حكم القضاء، لأن الباب باب ما يبطل الصوم ويوجب الكفارة، ثم قال باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، يعني من أفطر من رمضان لعذر، من أفطر من رمضان لعذر كمسافر والمريض والحائض والنفساء من النساء، وكذلك لو أفطر متعمدا من غير عذر هذه معصية، لكن يجب عليه القضاء مع التوبة، يجب عليه القضاء مع التوبة. الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر، عدة ما أفطر يقضيها من أيام أخر بعد رمضان، هذا واجب عليه. ويستحب له المبادرة، الوقت موسع إلى رمضان القادم، كل وقت للقضاء، ولكن المستحب له أن يبادر بالقضاء ويفرغ ذمته من القضاء، لأنه لا يدري ما يعرض له، فيبادر بالصيام، يبادر بالقضاء، هذا الأفضل. نعم. ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر، أعد من الأول. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، من فاته صيام رمضان لعذر من الأعذار أو لم يعلم بدخول الشهر، لم يعلم بدخول الشهر لانقطاع الأخبار عنه، على كل حال أو أفطر متعمدا، على كل حال يجب عليه القضاء في كل الأحوال، سواء لعذر أو لغير عذر يجب عليه القضاء، ويبادر به، وله فسحة ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، إذا لم يبقى إلا قدر الأيام
التي عليه يجب عليه القضاء، لئلا يدخل عليه رمضان وهو لم يفرغ ذمته من رمضان الأول. والدليل على أن القضاء موسع قول عائشة رضي الله عنها: يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه، ويحرم أن يتجاوز بها رمضان ولا يقضي إلا بعد رمضان، هذا حرام عليه إذا كان لغير عذر. أما إذا كان معذورا فيما بين الرمضانين، معذور لم يستطع القضاء، فلا حرج عليه، لكن يقضي بعد رمضان الثاني. نعم. وسن فورا متتابعا، فورا يعني المبادرة، متتابعا أحسن، وإن فرقه صام بعض الأيام ثم أفطر ثم صام ثم أفطر حتى يكمل ما عليه لا بأس، يجوز له التفريق والمتابعة أفضل. نعم. ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر، يحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر. أما إذا كان معذوراً بأن استمر معه المرض أو السفر، استمر معه المرض أو السفر إلى أن جاء رمضان الثاني، فإنه يؤخره إلى بعد رمضان ولا إثم عليه، يكون معذوراً. نعم. فإن فعل أطعم لكل يوم مسكيناً مع القضاء، إذا أخر إلى رمضان الثاني من غير عذر لا يسقط عنه القضاء، يجب عليه القضاء، ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. أما إذا كان لعذر، تأخيره لعذر، فيكفي القضاء بعد رمضان. نعم. وإن مات أطعم عنه، إن أخره أخر القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني ثم مات بعد رمضان الثاني ولم يقضي، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وبعض العلماء يرى أنه يستحب أن يقضى عنه، أن يصوم عنه قريبه أو أخوه المسلم إبراء لذمته، بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فيستحب لقريبه أو لغير قريبه من إخوانه المسلمين أن يصوم عنه. نعم. ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته، فإن لم تكن سن لوليه. نعم. من مات وعليه نذر ولم يقضه، لم يفعل النذر، أو قضى من رمضان ولم يقضه، أو نذر حج أو عمرة ولم يتمكن من أدائهما، فإن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته قدر ما يدفع لمن ينوب عنه، يدفع لمن ينوب عنه ويقضي عنه ما في ذمته. فإن لم يكن له تركة فإنه يستحب لقريبه أن يصوم عنه أو أن يحج أو يعتمر عنه النذر الذي في ذمته أو الكفارة التي وجبت عليه ولم يؤدها. لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ما يكفي. يكفي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل إطعام 60 مسكينا تكون متفرقة أو تكون كلها مرة واحدة؟ يجوز هذا وهذا، المهم أنه يطعم 60 مسكينا دفعة واحدة أو متفرق، لا بس. نعم. ويقول هذا السائل: من كان لا يقدر على الكفارة ثم بعد سنة توفرت لديه الكفارة فهل تلزمه؟ نعم، كفارة لا تسقط عنه، باقية في ذمته، متى ما قدر عليها ينفذها. نعم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن العين منفذ للجوف، وهل يفطر الإنسان بوضع الكحل؟ هذا شيء أنت تعرفه، إذا وضعت بعينك شيء تجد طعمه في حلقه، هل منكم أحد يجهل هذا؟ هي منفذ، ما في شك أنه منفذ. ضع في عينك شيء مالح ولا شيء حار تجد طعمه في حلقه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى كفارة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ كفارة يعني تكفر الذنب، تجبر الواجب الذي ترك، هذا معنى التكفير، معناه التغطية، تكفير في اللغة معناها التغطية، فالكفارة تغطي الذنب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الدليل على وجوب الكفارة لمن أخر القضاء بدون عذر؟ لأنه ترك واجبا وهو القضاء قبل رمضان من غير عذر، ففعل معصية يكفرها بالإطعام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل نزول المذي عليه كفارة مثل المني؟ المذهب نعم، المذهب إذا نزل المذي لشهوة فمثل مثل المني، لأنه شهوة ناتج عن شهوة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل أفطر بالأكل من أجل الجماع فهل عليه كفارة؟ ما في شك عليه كفارة، عليه كفارة، وهو عاصي والعياذ بالله، عاصي، والأكل لا يبيح له الجماع، الأكل لا يبيح، جريمة مع جريمة، هذا لا يجوز له، تلاعب بدين الله عز وجل. نعم. وهذا سؤال يعطف على السابق، يقول فيه: إذا أصبح الرجل صائما ثم قرر السفر وهو في الطريق توقف لاستراحة ثم جامع زوجته وهو مع العلم صائم، له أن يفطر، المسافر له أن يفطر، ومن جملة الإفطار أن يستمتع أيضا بزوجته، كما أنه يأكل ويشرب كذلك له أن يجامع زوجته. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ما يفعله عامة الناس من قراءة القرآن قراءة تحيل المعنى أحيانا دون حرصهم على تعلم القراءة الصحيحة، هل يعتبر هذا محرما؟ ما في شك، كان يقدر على حفظ القرآن وضبطه على الوجه الصحيح وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يبقى على اللحن وعلى سوء القراءة وهو يجد من يعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل يجوز الصيام بعد اليوم 16 من شعبان مع أنني لم أصم إلا يوما واحدا في بداية هذا الشهر؟ لا بس، قبل أن ينتصف شعبان ما فيه نهي، النهي عن بداية الصيام بعد انتصاف الشهر، أما إذا صام قبل أن ينتصف أيام أو يوم لا بس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان علما أنه لم ينزل، فإذا لم يكن هناك إنزال فما الحكم؟ هذا مر بكم أنه إذا أولج إذا التقى الختانان ولو لم ينزل يجب عليه الغسل ويجب عليه الكفارة وتترتب عليه الأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تجزي نية صيام الشهر؟ الجماع ما هو الإنزال، الجماع هو الإيلاج، هذا هو الجماع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تجزي النية لصيام الشهر في أول ليلة منه؟
لابد من نيتين، نية عامة أنه يصوم شهر رمضان ينويها لو يعزم عليه، ونية خاصة بكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى تجديد النية. نعم، بارك الله فيكم. هو إذا قام، شوفه إذا قام يتسحر، هذا دليل على أنه نوى ولا لا؟ هو لازم يقول نويت. إذا قام يتسحر، وشو اللي يتسحر إلا ليصوم؟ هذا دليل على وجود النية. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا يسأل عن كثرة الاستياك في نهار رمضان. لا بأس، لا بأس بالاستياك في نهار رمضان، لم يثبت دليل في المنع من، وفي الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لماذا كانت الكفارة مغلظة ككفارة الظهار؟ الله أعلم، الله أعلم، ما هو لازم نعرف الحكمة، إن تبينت لنا الحمد لله، وإلا فإننا نؤمن بها وننفذها ولو لم نعرف الحكمة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح الإفطار وقت الغروب على الجماع بدل الأكل أو الشرب؟ وهل صحيح نسبة ذلك الفعل لابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ الأفضل أن يفطر على التمر وعلى الرطب، أو على يأكل شيء ويشرب، وإذا أراد يجامع مفتوح له المجال. نعم، هذا شيء ما يحتاج سؤال. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لو تأخر علي الفطور إلى بعد العشاء فجعلت الفطور مع السحور، لو أخرت الفطور إلى بعد العشاء فجعلت الفطور مع السحور، فهل هناك شيء علي؟ خالفت السنة، وما عليك شيء حرام، يعني ما هو بحرام، لكن خالفت السنة وفاتك الأجر. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رزقت وظيفة جديدة، وفي اليوم الثاني اكتشفت أن هناك من أضاف لي في سيرتي الذاتية مهارات وخبرات لا أملكها، فحينما أخبرته بأن هذا كذب وهو مديري بالعمل وهو الذي رشحني للشركة التي تريد التعاقد معي، قال لي: لا بأس عليك، سوف أعلمك هذه الخبرات، وهذا كله دون علم صاحب الشركة، أي صاحب العقد الطرف الأول. لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك، هذا كذب، ولا يجوز لك إلا أن تخبر صاحب العمل، فإن رضي، إن رضي أنك تبقى والحمد لله، وإن لم يرضى فإبراء لذمتك، تترك العمل هذا، لأنك دخلته بتزوير، دخلته بتزوير وكذب، وهذا لا يجوز، وهذا خديعة وغش لصاحب العمل. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الدعاء حال الفطور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما ثبت أي دعاء خاص، لكن إذا دعا به أو بغيره لا بأس، لا مانع أنه يدعو، لا ما نقول أنه لا يجوز له أن يدعو، لا يدعو، لكن يعني تعيين دعاء خاص بلفظ مخصوص هذا ما ثبت فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل قال لامرأته عندما خالفت أمره: لو ما ترضين أن تكوني زوجة لي فردي المهر روحي، فما ردت المهر وذهبت إلى بيت وكيلها، وبعد يوم اتصل وكيلها فقال: سترد لك المهر. وكيلها ولا وليها؟ قال وكيلها، يعني وليها. نعم، ترد لك المهر وهي مطلقة خلعة، فقال الزوج: لو جاءت بالمهر يوم خرجت كنت طلقتها، لكن بما أنها جاءت به اليوم فقد ذهب غضبي، وفكرت وقلت له: ما أقبل المهر ولا أطلق زوجتي، فهل تكون هذه الزوجة طلقت بالقول الأول أم لا؟ هذه مسألة يراجع فيها القاضي، يرجع فيها إلى المحكمة لينظر، يحضر الزوجة، يسألها وش اللي صاير، هذه المسألة بس على طول تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى مساءلة الاثنين وحضور الاثنين، هذا عند القاضي. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل:
فيقول: ما هو الحكم في من يأخذ مبلغا من المال مقابل أن يصرف للآخرين، فيصرف لهم 500 ب510، 10 مقابل الصرف، إيش مقابل أن يصرف للآخرين ويفك لهم العملة يأخذ 10 ريالات؟ لا يجوز، هذا ربا، الصرف لا يؤخذ عليه، يعني مع اختلاف العملة، موافقة العملة، اختلاف العملة ما في بس يأخذ زيادة. اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يشترط التقابض، أما الزيادة مع اختلاف العملة لا بس. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لقد كنت لا أحافظ على الصلاة بل أتركها أياما عديدة، واستمر هذا الحال إلى عدة سنوات، وسؤالي هو كنت لا أحافظ على الصلاة بل أتركها أياما عديدة، واستمر هذا الحال إلى عدة سنوات، وسؤالي هو: هل أقضي الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة؟ سبق لكم الجواب عنه، عجبنا عن هذا، بأنه من ترك الصلاة متعمدا يكفر ويخرج من الدين ويبقى كافرا إلى أن يتوب، إذا تاب يبدأ من جديد، دخل في الإسلام من جديد، ولا إعادة عليه، لأنه كفر بتركه الصلاة، فإذا تاب دخل في الإسلام من جديد، فيستأنف دينه من جديد ويبدأ من جديد يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم، اللي يوجبون القضاء عليهم الذين يرون أنه لا يكفر بترك الصلاة، يرون أن كفره أصغر ولا يكفر، يقولون يقضي. أما الذين يرون أنه يكفر الكفر الأكبر فلا قضاء عليه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: جدتي رحمها الله كانت وهي شابة لا تقضي ما تفطره من رمضان بسبب الحيض جهلا منها، ولما علمت وهي كبيرة في السن لم تقضي تلك الأيام، فهل نقدرها ونصومها عنها علما بأنها كانت تصوم كل الرمضانات، أي أنها لم تكن معذورة بمرض بعد ذلك؟ إن كانت باقية على الحياة يجب عليها القضاء، كانت باقية على قيد الحياة إنه يجب عليها القضاء ولا يسقط عنها، أما إن كانت توفيت قبل أن تقضي فلا بأس، أو يستحب أن تقضي عنها. نعم، أحسن الله إليكم. وتقول السائلة: إذا لعن الزوج زوجته في حال غضبه وزعله منها فما الحكم؟ لعن ولا لاعن؟ مكتوب لعن، مكتوب لعن بغير ألف، أي ما لاعن يعني لعن. هذا كلام باطل، ولا يجوز اللعن لا للزوجة ولا غيرها، ما يجوز للإنسان أنه يلعن شيئا إلا من لعنه الله، إلا من لعنه الله، أما أنه يلعن بغير سبب هذا لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا لعن زوجته فعل محرما وعليه التوبة إلى الله، وهي زوجته ما تغيرت، لكن يتوب من جريمة اللعن. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نحن من المسلمين نعيش في بلاد الإسلام، والحكومة هناك تثبت صيام رمضان برؤية الهلال وبالحساب، أي إذا مضى من الشهر 29 يوما فهي تبعث طائفة من المسلمين لينظروا لها الهلال، منهم من يرى الهلال ومنهم من لم يره، الذي يوافق الحساب هو الذي تثبته الحكومة، هذا الذي تفعله في كل رمضان، فهل نحن نصوم معهم أم نصوم مع المسلمين؟ صوموا مع المسلمين في بلدكم، صوموا مع المسلمين في بلدكم، ولا تسألوا بماذا صاموا، بالحساب ولا بالهلال، لا، هذا ما هو بذمتكم، هذا بذمتهم هم، أنتم صوموا إذا صام المسلمون في بلدكم، هذا الواجب عليكم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كان بين أذان ابن أم مكتوم وكان بين أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال رضي الله عنهما قدر 50 آية، الآيات تختلف من آيات مدنية إلى مكية، ما حد قال ولا أذكر أن بين أذان بلال
وابن أم مكتوم 50، هذا ما بين فراغه من السحور إلى إقامة الصلاة. أما بين الأذانين ما يقول ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا، أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا ما هو بقدر 50 آية. نعم أحسن الله إليكم. ما يكفي يكفي إن شاء الله، حفظكم الله وبارك.